لم تكتفي جماعة الحوثي بأن كل السلطة صارت بيدها بعد أن أقصت جميع الفئات والقوى الأخرى عبر الاستخدام المكثف للعنف كآلية وحيدة لتثبيت انقلابها على السلطة الشرعية قبل نحو 6 أعوام، بل تسعى الآن للاستحواذ على الاقتصاد وبعدة أساليب آخرها ما يسمى بقانون الزكاة. أصدرت الجماعة قانوناً جديداً عن طريق تعديل واستحداث عدد من المواد في قانون سابق، وكانت الإضافة المهمة هي النص على ما يسمى الخمس الذي شرعت الجماعة من خلاله حق الهاشميين بالحصول على خمس قيمة معظم الثروات التي تخص الشعب اليمني. التعديل أثار عاصفة من الجدل خلال الأيام الماضية، تركز حول ما يعتبره خصوم الجماعة تكريساً عنصرياً لسلطة الهاشميين ونهب ثروات اليمنيين وتكديسها بين يدي هذه الفئة، فيما يقول مناصرو الجماعة أنهم يستندون لنص ديني معروف، وأن ما فعلته ليس سوى إضافة بسيطة لقانون قديم تكفل إعادة الحق لأصحابه. بالنظر إلى ما يعتبره هؤلاء إقصاء سابق بحق هذه الفئة، يرى المعترضون أن القانون يؤكد سلوك الحوثيين المعتمد على فكرة عنصرية تقسم الشعب إلى فئات يقف على رأسها الهاشميون الذين يمتلكون كل شيء بموجب رؤية دينية تخص الجماعة وحدها، كما أنه يقع خارج كل أدبيات الدولة الحديثة القائمة على المواطنة والمساواة، ويفتح الباب أمام مزيد من الكراهية الاجتماعية التي قد تنعكس أيضا على الهاشميين أنفسهم. للنقاش سيكون معنا من صنعاء عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي، ومن تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أرحب بضيفي من صنعاء وتعز، وأبدأ مع الأستاذ محمد البخيتي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أبدأ معك بالسؤال المشترك والذي نبدأ به كل حلقات فضاء حر. سؤال هذه الحلقة وهذه الليلة: خمس أموال اليمنيين ومقدرات دولتهم تذهب لما يعرف بالهاشميين، بأي حق أستاذ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤالك هو بني على أساس افتراض خاطئ، لأن الخمس هو فقط في الركاز، أي ما يستخرج من الأرض كالمحاجر وغيرها من المعادن، وهذا القانون قد تم إقراره في عام 1996 وأيضا في عام 1999، وما تم إقراره أخيرا من قبل وزارة وزارة الانتماء المتعلق يعني التي تقوم بصياغة ومراجعة القوانين الشؤون القانونية، قامت بإصدار لائحة تنفيذية والتي نص عليها القانون، سواء قانون 1999 أو قانون 1996، وهو فقط في الركاز. طبعا الله سبحانه وتعالى عادل، ولا يمكن أن يقضي بشيء يتعارض مع عدله، لذلك نحن نؤكد أنه لا يوجد أي تمييز في اللائحة التنفيذية في مقدار نصيب الفقير أو المحتاج أيا كان انتماءه، وإنما التمييز في مصدره، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الزكاة وكل أنواع الصدقات على بني هاشم من ولد فاطمة. وإذا ما افترضنا أن هذا القانون أو هذا الأمر فيه عنصرية، فهي عنصرية ضد بني هاشم، لأنهم حرموا من الزكاة وكافة أنواع الصدقات، بينما لم يحرم غيرهم من
حقهم في قضية الركاب أو الغنيمة. إذن هذا القانون هو فقط الفرق في قضية مصدر، لأن مصدر المال وليس في مقداره. فينبغي على الدولة أن تقوم بتوزيع هذه الأموال بشكل عادل على جميع الفقراء بدون أي تمييز والفرق هو فقط في مصدره. طيب، هذه إجابتك على السؤال المشترك. أذهب إلى الدكتور فيصل حذيفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. إذن دكتور فيصل، خمس أموال اليمنيين ومقدرات دولتهم تذهب وستذهب لما يعرف بالهاشميين، بأي حق دكتور فيصل؟ أسعد الله مساءكم بالخير والجمهور الكريم وضيفك من صنعاء. طبعاً كل القوانين المخالفة لمبادئ الدستورية الآمرة تعتبر باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. المادة 41 من الدستور تقول بأن المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات، وبالتالي أي تشريع سواء صدر في زمن الحوثيين أو في أزمنة سابقة هي مخالفة لقاعدة دستورية آمرة. معلوم بأن علية الدستور لا تسمح بإصدار أي قانون يخالف هذه المبادئ، لابد أن تكون كل القوانين ذات صفة دستورية، وبإمكان المحكمة العليا أن تبطل كل القوانين أو مجلس النواب أن يراجع كل القوانين التي تتجاوز المبادئ الدستورية. طبعا احنا الآن نتحدث بشكل أقرب إلى الخرافة، نتحدث عن الخمس لبني هاشم. الحقيقة الحوثيون كجماعة انقلابية صادرت البلد كلها، يعني فقط اليوم ما يراد لهذا القانون أو لائحته التنفيذية الذي أشار إليها الضيف فقط هو تخصيص إلى ما تم نهبه من الدولة كاملة لصالحهم، هو تخصيص أموال يتم استقطاب كل الأسر الهاشمية ورعايتها سواء كأطفال أو نساء أو عوائل، وبالتالي توحيد الصف الداخلي بهذا الإغراء، وبالتالي كل هاشمي سواء أين كان موقعه يغريه مثل هذا الإغراء، وبالتالي يصبح في موقع آمن في مستقبله. فهو يأخذ أموالا دون عناء، ليس وظيفة وإنما تحت مسمى الخموس أو الركاز أو الفيء والغنيمة. من منظور الفكر الإسلامي طبعا في عهد عمر بن الخطاب أسقطت مسألة الغنيمة والركاز وأصبحت كلها أموال بيت المال، وحتى مسألة المؤلفة قلوبهم أيضا ألغيت وأصبحت كلها أموال بيت المال. اليوم في الدولة الحديثة الملكية تقسم إلى قسمين، ملك خاص بعقود شراء للأفراد وتملك بصكوك حقيقية، وهناك ملكية عامة تؤول إلى الدولة، والدولة تفرض على الملك الخاص ضرائب بمسميات متعددة وتعيد انعكاسها على تنمية المجتمع وتلبية احتياجاتهم. ومصارف الزكاة هي محددة في 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 القرآن الكريم، وليس فيها ما يسمى بالخمس. هذه الخمس هي بدعة نجدها في التراث السني والتراث الشيعي، ولكن هذه الأحكام في الفكر الإسلامي هي أحكام محددة في اللحظة الزمانية والمكانية، أي أنها أحكام غير عابرة للأزمان. طيب، لأنها أحكام مخصوصة. طيب، من بلحظتها هذه النقطة فلم يعد هناك حربا، انتهت الأسباب إذن. دعني أكمل، فلم يعد هناك حروبا بين، اسمح لي، لم يعد هناك حروبا بين المسلمين والكفار بالمعنى القديم حتى يتم سرى هذا الحكم على الغنيمة أو الركاز. طيب، إذن أستاذ محمد البخيتي، هذه بدعة سابقة وانتهت الأسباب والظروف سابقا التي كانت ربما بموجبها تصور أو تحل هذه الأمور وفق هذا المنطق. هيئة علماء المسلمين أيضا اليوم أصدرت بيان تقول أن ما حدث أو ما يحدث من هذا التشريع ربما لا وجود له وهو منافي للواقع حاليا. طبعا أخي الفاضل، البدعة هي في نقض أحكام الدين، ومصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى عبر النصوص القرآنية، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبر النصوص النبوية.
هذان هما المصدران الوحيدان للتشريع. الأخ فيصل يقول أن الخمس والركاز وكذلك المؤلفة قلوبهم قد ألغيت في عهد عمر بن الخطاب. ونحن نقول بأي حق، يعني بأي حق يقوم أي إنسان أيا كان، سواء كان صحابي أو غير صحابي أو من آل البيت أو من غير آل البيت، أن ينقض نصا قرآنيا صريحا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هنا نص قرآني. طيب أستاذ محمد، أنت استند تقول الله سبحانه وتعالى شرع ذلك في لحظة، وفي لحظة أخرى تقول هذا ظلم لبني هاشم أنه منعهم ومنح عنهم الصدقات، أن الله سبحانه وتعالى في وقت يشرع وفي وقت يظلمكم، يعني هكذا تفهم الأمور؟ لم أقول ظلما، لا قلت مظلمة سابقة أنه منع عنهم الصدقات. الله سبحانه وتعالى كما قلت لك عاد، وعندما حرم بني هاشم من ولد فاطمة، فقراء بني هاشم من ولد فاطمة في نصيبهم من الزكاة والصدقات، جعل لهم نصيبا في أين؟ في الركاب أو الخمس، سواء كان غنيمة حرب أو الركاب. وطبعا القانون الذي نتحدث عنه هو كما قلت لك صدر في وقت سابق وأكد على قضية الخمس. الآن اللائحة لكنه في 99 عام 99 قانون الزكاة لم يذكر بني هاشم، لم يقل أن هذا لحق لبني هاشم، وهذه الغنائم هي من أموال الكفار وليست من أموال المسلمين. أستاذ محمد، نعم، القانون ذكر الخمس وذكر اللائحة التنفيذية، ولكن لم يتم عمل لائحة تنفيذية. اللائحة التنفيذية اعتمدت ما هو موجود في الشرع، أن هذا الخمس من الركاز لمن؟ للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ضمن من كافة فئات المجتمع، سواء كانوا هاشميين أو غير هاشميين. هذا ما أكدت عليه اللائحة. طيب لماذا اللائحة التنفيذية التابعة لكم الآن في العام 2020 لماذا تفرق أستاذ محمد بين الفقراء من بني هاشم وفقراء اليمنيين؟ اليوم اليمنيين كلهم فقراء بعدما قطعت مرتباتهم ووقفت أعمالهم بسبب حربكم منذ 5 سنوات، واليوم تأتون وتشرعون قوانين لفائدة فقط بني هاشم. أين الشعب اليمني جميعه من سلطتكم؟ وأنتم قلتم أن ما حدث والانقلاب الذي قمتم به هو لأجل هذا الشعب. هذا ليس تفريق أخي الفاضل، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شرع بأنه لا يحق لبني هاشم من ولد فاطمة يعني لا يحق لفقراء بني هاشم من ولد فاطمة الأخذ من الزكاة، بينما يحق لهم مع بقية الناس الأخذ من الخمس. كان أين التفريق أخي الفاضل؟ طيب ما فيش تفريق، أنقل النقطة للدكتور فيصل الحذيفي. ما فيش تفريق دكتور فيصل، خمس بني هاشم حق معروف بنص ديني موجود في تراث وأدبيات خصوم الحوثيين، لماذا كل هذا الهجوم على قانون الزكاة الذي أصدره الحوثيون إذن؟ نحن هنا لسنا وكلاء الله في الأرض حتى نتحدث باسمه، والنص الموجود سواء كان قرآن أو صحيح سنة يعني هو خاضع للفهم، وكل طرف يؤول النص حسب فهمه وحسب اتجاهه المذهبي. يعني اليوم هناك صراع فقهي على مستوى المذاهب، كل مذهب له تفسير. أنا أشرت سابقا من خلال تخصصي بالفكر السياسي الإسلامي وقلت بأنه مسألة الخمس موجود فيها نص، ولكن كانت مرتبطة بزمان ومكان وبحالة تأسيسية للدولة الإسلامية، انتهت فانتهت هذه الأحكام معها، فلم يعد المسلمون بحرب مع الروم ولا مع الفرس ولا مع أي قوة أخرى حتى تفرض الجزية
أو يخير الناس في الإسلام أو الحرب. وبالتالي عندما استقرت الدولة الإسلامية أصبحت كل الأموال تؤول إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين أصبحت تنعكس على جميع فقراء الناس. فكيف تعطي فقراء بني هاشم 20% بينما فقراء المسلمين تعطيهم 2.5 ربع العشر؟ يعني في نهاية الأمر هذا تمييز عنصري على المستوى الفكر الإسلامي وعلى مستوى الفكر الإنساني المعاصر. كذلك في المادة الرابعة من الدستور تقول بأن السلطة مصدرها الشعب، وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تتصدر تشريعا دون صفة لتميز بينهم بين المواطنين. وقلنا بأن المادة 41 لا تقر أي تمييز عرقي أو سلالي بين الناس، فالمواطنة تجعل الناس متساوون في الحقوق والواجبات. طبعا هذه فرية هم أرادوا، طبعا هذه أكثر موجودة في الفقه، أرادوا أن يحيوها قلت لأغراض سياسية. اليوم بني هاشم في اليمن ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم متصدر الحرب على اليمنيين ويتزعمهم الحوثيين وهم يتشبثون بالسلطة ومستعدين أن يقتلوا من اليمنيين ما لا يمنعهم من التفريط بسلطتهم. القسم الثاني هو القسم المحايد أو القسم المراء الذي ما زال متشبع بالتقية، ينظر الأمور إلى أين ستذهب، فإذا انتصر الحوثيون فنحن معكم لأننا نحن بني هاشم وقد ساعدناكم بكذا وكذا، ستظهر الأمور. وهناك القسم الذي أعلن عداءه للحوثيين وهو أنتمي إلى الشرعية، ومع ذلك كل بني هاشم في نهاية الأمر الذين يقرون هذه العنصرية وهذا التفوق السلالي هم مدانون. وبالتالي نذكرهم بأنه هتلر كان أقوى منهم، أقوى من عبد الملك الحوثي، والنازية كانت أقوى من الحوثية، والفاشية كانت أقوى في إيطاليا منهم. وبالتالي اليمنيون لا يمكن يتسامحون بمثل هذه العنصرية. اليوم أنت غير قادر على أن تندمج مع المجتمع اليمني وتقول أنك يمني، تقول أنا هاشمي، دكتور فيصل، يمكن هتلر وتصر على هذا التمييز. يمكن هتلر مش من آل البيت؟ عفوا، هتلر لم يكن من آل البيت، لم يكن لديه حق يدافع عنه مظلومية. أنا أذكرهم بالقوة، أنا أذكر بمفهوم القوة، أي أن أي استقواء على الشعب اليمني أو أي استقواء على الشعب مهما بلغت قوة هذه السلطة الإنقلابية لا يمكن أن تنجح بتمرير مشروعها باعتباره تقوم على أباطيل غير مقبولة. طيب أستاذ محمد البخيتي، في كل الدساتير العربية والإسلامية واليمنية على وجه الخصوص أصبحت كل الثروات حقل الدولة، وهي عبارة عن قوانين تكفل توزيع هذه الثروات. لماذا لديكم هذه الرغبة بالعودة لأساليب وأفكار تعود لقبل 1400 سنة؟ لماذا تحرصوا كل هذا الحرص على ممارسة ما يسميه الدكتور فيصل والكثير من اليمنيين بالتمييز العنصري؟ طبعا أنت تكرر طرح السؤال على أساس افتراضات غير صحيحة وغير موجودة. قانون الخمس كما قلت لك صدر عام 1999 في الركاز، وليس في قضية الثروات النفطية والغازية. لن نهب، لن قام بنهب الثروات النفطية والغازية، هم حمران صنحاء وحمران حاشد. ومن أجل أن يشغلوا الشعب اليمني من المطالبة بمئات مليارات الدولارات التي نهبها علي عبد الله صالح وجماعته، وعلي محسن وجماعته، وأولاد عبد الله بن حسين الأحمر وجماعته، قاموا يشغلونا في قضية ماذا؟ قضية الركاز، وهي خمس الركاز. ماذا يعني؟ ما هي المتوفرة الآن من أموال الركاز؟ مثلا الكسارات أو التعديل، لكن اليمن لا يوجد عندنا تعديل الآن، فقط المتوفر هو من الكسارات. اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بصرف أموال الركاز لم تميز، يا أخي راجعوا نصها، تؤكد على أن الخمس في الركاز هو حق لكل الفقراء سواء كانوا هاشمين أو غير هاشمين. هذا ما تقول اللائحة، يعني أنا أستغرب، يعني هذا ما تقول اللائحة وأنت تفترض افتراضات أنها تجعل هذا الخمس كله لبني هاشم، هذا غير صحيح.
بل أن اللائحة التنفيذية للزكاة والركاز هي تحرم بني هاشم أو فقراء بني هاشم من حق، لا هو ليس حق، من الحصول على احتياجاتهم كفقراء من الزكاة والصدقة، فقد حصرتها أو سمحت لهم في الخمس من الركاز مع بقية الناس. إذا أنا أقول لك إذا افترضنا أن هناك عنصرية، لكن الدين لا يوجد فيه عنصرية، لكن إذا قيمنا الأمور المقاييس التي يريد أن يقيمها الأخ فيصل أو من ينادون بالعلماني، فإن هذا القانون عنصريته هي ضد بني هاشم. لماذا؟ لأنه حرم فقراء بني هاشم من أحد المصادر المهمة وهي الزكاة والصدقة، بينما لم يحرم غيرهم من هذا المصدر، ولم يحرمهم أيضا من مصدر الركاز. طيب إذا هذه نقطتين سأنقلها للدكتور فيصل الحديثي نتناقش فيها. طيب نتناقش في هاتين النقطتين مع الدكتور فيصل. النقطة الأولى دكتور فيصل، هذا القانون الذي أصدره الحوثيون الآن هو تعديل فقط على قانون صدر عام 99، ويبدو أن الهجوم الحالي الآن منكم كمعترضين على هذا القانون ليس إلا مجرد موقف من الحوثيين والهاشمين، ليس إلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي أريد التعليق منك، أنه إذا كان تتهمون الحوثيين اليوم وبني هاشم بالعنصرية والتمييز العنصري، قانون الزكاة هو كما قال الأستاذ محمد البخيتي من صنعاء هو فيه عنصرية عليهم أيضا، ويحرمهم من حقوق ومن مصارف الزكاة. مسمى الفقراء في القانون هو مسمى عام، وبالتالي لا حاجة لإصدار قانون يميز فقراء بني هاشم عن بقية الفقراء لكي نربط ذلك بالخمس، هذا أولا. ثانيا، العنصرية ليست فقط فيما ورد في القانون في الخمس، وإن كان قد صدر هذا القانون كما قلت، فإن المدونة القانونية بسبب تسلل بني هاشم إلى مراكز المفاصل الدولة في الوزارة في الحكومة وفي مجلس النواب وفي الخبراء القانونيين الذين كانوا يمررون مثل هذه التمريرات، فإنها في نهاية الأمر غير دستورية. أي قاضي نزيه في المحكمة الدستورية العليا سيحكم بعدم دستورية هذه القوانين، لأنها تتصادم مع قواعد دستورية عليا لا تسمح بصدور مثل هذه القوانين. الشيء المهم الذي أريد أن أشير إليه، هناك عنصرية سياسية فيما يسمى احتكار حق الحكم، حق السلطة. يعني اليوم نحن نقابه في اليمن وفي الفكر الإسلامي وفي العالم الإسلامي أربع دوائر عنصرية في احتكار الحكم. الدائرة الأولى هي الدائرة الفاطمية، يعني بأنه من هو من البطنين فقط هو من يحق له أن يحكم، والسلطة هذه جاءت بالوصية وفقط، لا يحق لأحد آخر ينازعهم فيها. الدائرة الثانية وهي الدائرة العلوية، أي أن هناك من أبناء علي الذين هم من خارج البطنين من حقهم أن يحتكروا مثل هذا الحكم، وهذا توسيع للدائرة. الدائرة الثالثة وهي الدائرة الهاشمية، عندما جاءت دولة بني العباس وجدوا أنفسهم خارج إطار الدائرة الفاطمية وخارج إطار الدائرة العلوية، لذلك نادوا بإمام من آل البيت وهو هاشمي وأسسوا الدولة، واستندوا باحتكارهم للسلطة في هذه الدائرة الهاشمية الذي يستند إليها اليوم الحوثيون وغيرهم وأقرانهم في الوطن العربي والإسلامي. الدائرة الرابعة وهي الدائرة القرشية، والتي اخترعت لنفسها الأئمة من قريش، وكأن خارج إطار هذه الدوائر الأربع القرشية والهاشمية والعلوية والفاطمية مجرد أتباع وعبيد عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وأن الولاية السياسية محتكرة، وهذا تمييز سياسي. اليوم علينا في الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي الإطاحة بهذه الدوائر المشبوهة والتي بنيت عليها امتيازات أخرى، وهي الخمس والتبرك والولاية والكرامة
وتقبيل الركب وإعطاء الناس هؤلاء من التمييز ما لا يعطى لغيرهم. يعني تصور آبائنا وأجدادنا دكتور فيصل منحوا هؤلاء الناس كل فضيلة، إذن يجب السمن، البيض، العسل، العلاج، يعني يمارسوا هؤلاء الناس كل الشعوذات والدق على هذه النقاط. فهناك النقطة يعني خلل، هناك خلل خلل ويجب الإطاحة به كما قلت دكتور فيصل حذيفي. أستاذ محمد البخيتي، استمعت لحديث الدكتور فيصل، إذن هناك تمييز أكبر وأوسع فيما يخص الحكم وحصرية الحكم. أربع دوائر يتحدث عنها الدكتور فيصل، القرشية والهاشمية والفاطمية والعلوية، يقول يجب الإطاحة بها، وهذا تمييز عنصري أوسع وأشمل، ربما الخمس تفصيل من هذه التفاصيل. ردك. طبعا الأخ فيصل هو تهرب من موضوع النقاش الرئيسي عندما لم يجد جوابا، لأن اللائحة التنفيذية هو ليس قانون، هي لائحة تنفيذية. وإيش الفرق؟ على أن الخمس حق لجميع الفقراء، ولكن يسمح للهاشميين أن يكونوا من ضمن هذه الدائرة، بينما الصدقة والزكاة محرمة. طيب بأي حق يأخذ الهاشميين 20% وباقي اليمنيين المسلمين 2.5%؟ بأي حق؟ من قال لك؟ اقرا النص، اقرا النص. النص يقول ان الخمس هو لكل فقراء الفقراء اليمنيين، ولكن في هذا الخمس من البركات يدخل الهاشميين، لانهم لا يدخلون في دائرة الزكاة والصدقة. إذا أين التمييز؟ ناقشني أخي الأخ لو أنت عارف. طيب هذه النقطة وضحتها، هل لديك إجابة على ما طرحه الدكتور فيصل الحذيفي فيما يخص أن الخمس تفصيلة من تفاصيل كثيرة وكبيرة باحتكار الحكم؟ يعني بدل ما نضيع وقتنا. أستاذ محمد. نعم. هل لديك رد على النقطة التي تحدث بها الدكتور فيصل؟ نعم، هو لا يشوف تهرب لموضوع آخر. طيب، قضية الاصطفاء الإلهي، هل الاصطفاء الإلهي يتعارض مع العدل الإلهي أو لا؟ هذا سؤال لك وللأخ فيصل، جيبوني عليه أول. وما هو لماذا يكون هناك اصطفاء لفئة معينة من المجتمع؟ إذا كنا اليوم أول جيبوني، هل هذا الاصطفاء يتعارض مع العدل الإلهي أم لا؟ طيب دكتور فيصل، أنقل النقطة للدكتور فيصل، هل يتعارض الاصطفاء الإلهي مع العدل الإلهي دكتور فيصل؟ هذا السؤال فيه نوع من المغالطة. أول مرة لا يوجد أي مدلول قرآني أو من السنة على الاصطفاء لبني هاشم أو لمن يدعون هذا الاصطفاء. إذا كنا سنقر الاصطفاء الحقيقي فهو لبني إسرائيل، هناك آيات واضحة بأن بني إسرائيل فضلهم ربي على جميع العالمين، والنبوة كانت عندهم متوارثة من الآب إلى الإبن إلى الإبن حتى سابع جيل. في القرآن الكريم لا يوجد أي اصطفاء لبني هاشم مطلقا، وأتحدى أي واحد منهم أن يعطيني هذا الاصطفاء. بالعكس، هناك تودد لبقية المسلمين أن يعاملوا هؤلاء الناس بنوع من المودة للقربة من الرسول، وهم أهل بيت الرسول، زوجاته وأبنائه. لكن لا نستطيع اليوم بعد 1400 سنة يأتي لي واحد سين وصاد من الناس يقول لي والله أنا جدي الرسول، أنا جدتي فاطمة. يعني هذه أمور كما يقول ابن خلدون من الصعب ومن العسير إثبات النسب والادعاء إلى 1400 سنة بأنه جده فلان وجدته فلانة. طيب، اليوم نحن في الدولة الحديثة لا يسعنا إلا أن نقر مبدأ المساواة بين الناس، وبالتالي لماذا نفتح بابا للتمايز والعنصرية والتفرقة، وكذلك الادعاء بالاصطفاء الذي ليس له أي طيب، أي قاعدة شرعية، لا قرآن ولا سنة. نعود نحاور النقاش، وأتمنى أن تكون هذه النقطة تجاوزناها. أستاذ محمد البخيتي، اليوم خصوم الجماعة يقول أن هذا القانون وفق التعديل الأخير، على وعلى أنه قانون عنصري سيسبب مزيد من الانقسام الاجتماعي، هو جاء ليكرس سيطرة الحوثيين والهاشميين على ثروات البلد واقتصاد البلد. ردك. هذا غير صحيح أخي الفاضل، وأنت يعني تعود وتطرح نفس السؤال وعلى أساس نفس الاقتراضات الخاطئة.
عيدوا قراءة اللائحة التنفيذية. هي تقول أن هذا الخمس البسيط الذي هو فقط خمس الركاز الذي هو شيء بسيط جدا الآن فقط من الكسارة، يقول أن هذا للفقراء واليتامى وابن وأبناء وابن السبيل من جميع فئات اليمنيين، لم يخصه ابن الهاشميين، ولكنه قال في هذا البند أو في هذا المصدر يحد للهاشميين كما يحد لغيرهم، تواهم بغيرهم لكن حرمهم من المصادر الأخرى. هذا هو اللائحة التنفيذية، وهي ليس فيها أي ظلم، لأنها لا تميز في مقدار العطاء أو في نصيب كل فقير، هي فقط تميز في المصدر، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي علينا الاعتراض عليها. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن لا يوجد لدينا أي حرج، حتى الحرج يعني ينهى الله سبحانه وتعالى أن نتحرج من أحكامه، وأيضا ينهانا حتى أن ندهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أما فيما يتعلق بقضية الاصطفاء الإلهي، الحمد لله الأخ فيصل أقر بأن الاصطفاء الإلهي لا يتعارض مع العدل الإلهي، ولكن هو يقول أن هذا الاصطفاء هو صدر كان في الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول له: لا، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعد ذلك في حق من اصطفاهم في أمة محمد ماذا يقول؟ طيب، وما علاقتكم وما علاقتكم كجماعة اليوم تفرض خياراتها على الشعب اليمني بهذا الاصطفاء أنتم؟ لماذا لا تكون جزء من هذا الشعب؟ لماذا تريدون هذا التميز عن باقي الشعب أستاذ محمد؟ أخي أنت الآن تطرح سؤال على أساس استنتاج هذا. أنا الآن نقاشنا في أصل الاصطفاء، هل الاصطفاء يتعارض مع العدل الإلهي أم لا؟ اتفقنا أنه لا يتعارض مع العدل الإلهي، ولكن الأخ ينكر وجوده في أمة محمد. نحن الآن نثبت هذا الشيء. يقول طيب. الله سبحانه وتعالى: أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فلقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ونحن نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت طيب. على إبراهيم هذا وعلى آل نحن إبراهيم. نحن توسعنا في موضوع وذهبنا ربما الموضوع آخر أستاذ محمد. هو الذي ذهب، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى يقول طيب وأنت وضحت ورديت حتى لا يذهب ما تبقى من الوقت. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه لا جهنم. طيب دكتور فيصل حذيفي، طيب لم يدخل جهنم. اسمح لي استاذ محمد، ومنهم سابق بالخيرات. طيب نحن نناقش هذا القانون الأخير وأود تخصيص ما تبقى من الوقت والعودة إلى المحاور. دكتور فيصل، البعض يقول أن هذا القانون هو ليس سوى تمييز إيجابي لفئة من الشعب تعرضت للتهميش خلال الفترات الماضية. تسمعني الدكتور فيصل؟ المقطع صوتك يرفع. الآن تسمعني؟ أيوة، يعني سمعت الآن. أيوة، يعني هذا التمرير مصطلح التمييز الإيجابي هو نوع من المغالطة لتبييض رداءة المسعى. يعني اليوم قلنا نحن نتكلم عن جماعة انقلابية ابتلعت الدولة، ثم نأتي لنتحسس من الخمس. يعني هو ما عدا الدولة يعتبر لا شيء، يعني كذلك ما صدر من جهة غير شرعية يعتبر غير شرعي. يعني هل مجلس النواب الآن الذي يصدر مثل هذه اللائحة هل هو شرعي؟
ماذا تبقى له من الشرعية؟ هل انقلاب على الإرادة الشعبية الذي يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور بأنه الشعب هو مصدر السلطة، هل هو شرعي؟ يعني اليوم إذا أردنا أن نتكلم ليس فقط عن هذه الجزئيات، نتكلم عن كيف يمكن استرداد الدولة وإعادة بناء النظام السياسي وإعادة تنقيح المدونة القانونية عن بكرة أبيها وإعادة إنتاج دستور جديد يؤصل لمسألة مفهوم الدولة المدنية التي تساوي بين جميع الناس دون أن تسمح لمثل هذه الثغرات أن, 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 أن تمر. اليوم نحن مطالبون بعد إنشاء الدولة إصدار تجريم الهاشمية السياسية وكذلك يعني إلغاء الحصانة ومحاكمة المجرمين في حق الشعب. الحقيقة نحن حتى مناقشة الخمس ومن باب مضي على الوقت، يعني نتكلم عن دولة ابتلعت اليوم، ابتلعوا 80% من الديمغرافيا اليمنية وابتلعوا 70% من الجغرافيا، ونأتي يشغلون في مسألة الخمس. هذه مجرد قلنا أموال إضافية أرادوا أن يغرروا بما تبقى من بني هاشم الفئة الصامتة التي تترقب، وأنا أقول لك بأنه حتى الهاشميين الصامتين يدفع لهم مرتبات سرا دون غيرهم من اليمنيين، بينما بقية اليمنيين مصادرة رواتبهم. يعني أنت تتكلم عن جماعة عنصرية بكل أشكال سلوكها عنصري، ليس فقط في مسألة الخمس، في السلطة، في السياسة، في القوة، في المناصب. اليوم المناصب كلها أصبحت هاشمية، لم يعد هناك يمنيين موجودين في مفاصل السلطة. الحقيقة عندما نجتر أو يجرون إلى هذه الدوائر الهامشية إنما هي تغطية للجرم الحقيقي وهو ابتلاع الدولة. اليوم نحن مطالبون باستعادة الدولة وإعادة تسوية الملعب السياسي. من المضيعة للوقت أن نناقش قوانين غير دستورية ولوائح غير دستورية لسلطات أمر واقع هي غير شرعية وغير دستورية. فأرجو أنه تطرح أسئلة في عمق الأزمة اليمنية وفي عمق المشكلة. إذن أستاذ محمد نحن نضيع وقتنا بنقاشنا حول موضوع الخمس، وربما يحسب لمن وضع هذا القانون أن ذهب اليمنيين في منحى آخر بعيدا عن التركيز على استعادة دولتهم التي انقلبتم عليها في صنعاء، وأنتم من خلال هذا القانون وغيره من القوانين فقط تكرسون وتعملون على السيطرة على كل ثروات البلاد. وهنا يتساءل المواطن اليمني البسيط، ما الذي بقي لليمنيين؟ ماذا أبقيتم لليمنيين؟ طبعا أنا أتفق مع الأخ فيصل بأن إثارة هذا الموضوع حول قضية الخمس رغم أن القانون صدر منذ مدة، وما صدر الآن هو اللائحة التنفيذية، أن إثارة هذا الموضوع هو فعلا مضيعة للوقت، لأن هذا يشغلنا عن القضايا الرئيسية، عن استعادة مئات المليارات الدولارات التي نهبها حمران سرحان وحمران حاشد، وأيضا عن أموال النفط والغاز التي تنهب الآن لم ينهبها هادي وجماعته وعلي محسن وحزب الإصلاح والإمارات السعودية. هذا هو الآن دول مش وقت مش وقت أنكم تعيدوا لليمنيين ومش وقت أنكم تعيدوا لليمنيين ما نهبتموه وما شردتموهم من بلادهم. يا أخي شوف إحنا نتحاسب، مش مشكلة. يعني إحنا من نهب سواء كان من أنصار الله من غير أنصار الله لا بد أن يعود، لكن الآن يعني شوف هذه المبالغ مئات المليارات الدولارات. ايضا لاحظ انتم طرحتوا موضوع الخمس، بعد ذلك الاخ فيصل انتقل لقضيه الاصطفاء الالهي، والان يقول هذا مواضيع مش مهمه، وهو اللي طرحها وذي بيزيدوها دائما وبيستنتجوا ان احنا عنصريين على اساس، او الان يقول هذا مواضيع هي بس مضيعه للوقت، لكن انتم عنصريين. طيب على اي اساس استنتجت ان احنا عنصريين؟ استشهد لك الدكتور فيصل الدكتور فيصل حذيفي استاذ محمد البخيتي، يقول لك الدكتور فيصل حذيفي اليوم مفاصل ما تبقى من دوله لديكم الان وهي سلطه امر واقع لم يعد في مفاصل هذه الدوله سوى الهاشميين. اخي الفاضل ايضا هذا الشيء غير صحيح. الرئيس صالح الصماء رحمه الله عليه لم يكن هاشمي. الرئيس مهدي المشاط حفظه الله ورعاه ليس هاشميا. محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم انصار الله ليس هاشميا.
أنا لست هاشميا، وهناك الكثير من القيادات في أنصار الله ليسوا هاشميين، لكن أنا أعترف لك الآن وأبرر لك بأن الكثير من التعيينات التي تمت كانت سواء كانوا من عيونه هاشميين أو غير هاشميين لم تكن موثقة. وأنا أقول لك إن شاء الله من غدا من يوم السبت مجلس الشورى سيتبنى مبادرة على بقية السلطات السياسية في هذا البلد من أجل إصلاح هذا الخلل. ينبغي أن يكون التعيين والعزل خاضع لمعيار النزاهة والكفاءة وليس أي معيار آخر، لا حزبي ولا غير. طيب دكتور فيصل، لا صالح الصماد، طيب أستاذ محمد أنقل النقطة للدكتور فيصل، لا صالح الصماد ولا مهدي المشاط ولا محمد عبد السلام ولا ضيفنا من صنعاء الأستاذ محمد البخيتي هاشميين، فأين هي العنصرية التي تتحدث عنها؟ ولماذا اليوم يتحمل هاشميون وزر جماعة أو جريمة جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني؟ يعني الشخصيات المشار إليها هل هي تمتلك سلطة القرار؟ هؤلاء مجرد موالي بني هاشم. يعني أنا الحقيقة يعني أرثى لهم، يعني عندما يؤكل الثوم بأفواههم، هؤلاء مجرد موالي كأي موالي يخدمون أسيادهم، وبالتالي وجدوا فيهم من وجدوا لديهم من الحظوة وأيضا من أداء الأدوار التي لا يخرجون عن الخط. فتزيين السلطة بمثل هذه الصورة، حتى القيرعي تم تعيينه محافظا لتعز نوع من وقابله عبد الملك الحوثي كمزية من الاصطفاء أنه يقابل إنسان بهذه الدرجة المسحوقة. يعني هذه المغالطات لا قيمة لها. اليوم من يتحكم بمفاصل القرار السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري والأمني كلها محسوبة لفئة معينة تحتكر كل شيء. اليمنيين اليوم يعيشون في صنعاء وفي المناطق تحت سلطة الحوثيين في 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 ظل خطة أمنية قمعية لا يستطيع الناس أن يتنفسوا. يعني اليوم عندنا الناس يسافرون إلى الحوبان يبدأ يتخلص من هاتفه ويغير الهاتف ويشتري هاتف آخر قديم ليس فيه مكان للذاكرة. يعني أنت اليوم الصورة قد تؤدي فيك إلى سجن سنة سنتين أربع سنوات دون جريرة. اليوم المسجونين آلاف المسجونين والمعتقلين في معتقلات الحوثيين، يعني هذه تدل على عدالتهم وتدل على أنه الجماعة ما شاء الله عليهم إنما يعبرون عن دولة المواطنين، دولة اليمنيين أو دولة المواطنين، غير صحيح. الجماعة وصلوا وارتكبوا جرم سياسي كبير وهم يقاتلون بأقصى قوة، يعلمون بأن أي خسارة لهم سيكون محمد البخيتي في قادم الأيام في قفص المحكمة. لا أدري كيف سيتكلم أمام القاضي، هل يعتقد بأن اليمنيين سيسامحونه أو سيسامحون عبد الملك الحوثي، أو أنهم بهذه الغرور وبهذه القوة سينتصرون على اليمنيين؟ علينا أن نراجع عقولنا قليلا لكي نقر دولة للجميع ومواطنة للجميع. أما الاستقواء بالسلاح والاستقواء بالاصطفاء الإلهي والاصطفاء بالعنصرية والتميز السلالي فهي حالة عابرة كأي حالة تاريخية حصلت في اليمن وفي غير اليمن. طيب حصلت، ننقل هذه النقطة لأستاذ محمد البخيتي. أستاذ محمد البخيتي، طيب أستاذ محمد البخيتي، لماذا لا تحسبون مخاطر تصاعد الكراهية الاجتماعية اليوم بين فئات الشعب اليمني؟ لماذا كل هذا الإصرار يعني العمل بزر هذه القوانين أو الممارسات على زيادة الفرقة بين فئات الشعب وحصول كراهية مجتمعية؟ فاضل، أعيد وأكرر أنني بينت أن هذا لم يكن قانون وإنما لائحة تنفيذية لقانون، وأنها لم تميز القانون واحد من الممارسات. هناك ممارسات كثيرة ذكرها الدكتور فيصل ويذكر كثيرين هي تعمل على تصاعد الكراهية بين المجتمع بين فئات المجتمع. اسمع لي في الفضل، أنت يعني لما عرفت أنه ما فيش يعني داعي لإثارة هذا الموضوع أنه أعطي أكبر من حجمه، قلت هذا مضيعة للوقت ونقلتون الآن الموضوع آخر، والآن ترأس رجعت تدعي أنه سبب الكراهية. أخي الفاضل، نحن لسنا دعاة كراهية، دعاة الكراهية الآن هم العدوان ومرتزقة، لأننا مع بناء عملية سياسية تستوعب جميع اليمنيين، لكن حكومة الفنادق تصر على الانفراد بالقرار السياسي، ليس ليكون هذه هو صاحب القرار،
وإنما من أجل تسليم القرار لمن؟ لأمريكا. الأخ فيصل يقول أننا موالين. نعم، نحن موالين كأنصار الله سبحانه وتعالى، كلنا موالين لله ورسوله والذين آمنوا كما أمر الله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بعد ذلك يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب استاذ محمد، لماذا توالي عبد الملك الحوثي ولا تمالي الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي؟ لماذا؟ طيب انا باجيك في الفاضل. يعني الان هل انتم تدعون ان هادي يستمد شرعيته من كتاب الله ومن الدين الاسلامي، ام انكم تقرون وتعترفون بانه يستمد شرعيته من الطاغوت وتدعون انكم حزبيني؟ يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي مصلح يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى مجلس الأمن وأمريكا والمجتمع الدولي، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا أشكرك لاحظ يعني أشكرك سيد، تبقى لدي لا نص لا تسعى لفرضها بقوة السلاح. أنتم من تسعوا لفرض ولاية أمريكا بقوة السلاح، هذا مشكلة أصحابه، لأن هذه قرار بيد محمد بن سلمان، محمد بن سلمان قرار بيد أمريكا. أشكرك جزيلا أستاذ محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، شكرا جزيلا لك. وسؤال أخير في نصف دقيقة دكتور فيصل، كيف ترى طبيعة ومستقبل العلاقة بين اليمنيين والهاشميين؟ والله أنا أنظر بأن مستقبل الهاشميين مستقبل سيء، لأنهم زرعوا من الحقد والكراهية والإجرام ووزعوا الموت لجميع الناس. أنا اليوم حتى أرثى للمقاتلين في صفوف الحوثيين، فهم ليسوا مقاتلين حبا ودفاعا عن الولاية أو عن الهاشميين، وإنما أفقروا الناس، وبالتالي لم يبقى أمام الناس ليعيشوا ويأكلوا ويشربوا غير أن يجدوا أي امتياز مالي ليذهبوا إلى الجبهات ويأخذوا معيشة وراتب. يعني اليوم اليمني الذي تحت الحوثي بقوة السلاح إما يواجه الموت جوعا أو يواجه الموت قتالا في المعارك، لأن الشرعية خذلته، وأن السلطة التي كانت من مهامها الدستورية أن تنقذ اليمن فرطت به، وبالتالي اليوم الأفضلية تميل إلى صالح الحوثيين بالضبط والربط وبوحدة السلطة، بينما عندنا عدة رؤوس وفاسد كثيرين وهناك تميع. اليوم الفارق في الصرف بين صنعاء وعدن فقط في الدولار أكثر من 120 ريال يمني، وهذه تجعل الفساد الشرعية هي التي أعطت للحوثيين هذه المزايا وهذا التقدم وهذا الصمود. أشكرك جزيلا دكتور، ولكن النتيجة ستكون مأساوية. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، وأيضا الشكر لضيفي من صنعاء شكرته سابقا، شكرا جزيلا لكما، وأيضا الشكر لمشاهدي فضاحر، نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.